يقول هل يجوز لي أن أأخذ بأحكام المذهب الحنبلي إذا كنت في بلدي أتبع المذهب الشافعي؟ يا أخي ما يجب عليك تتبع لا المذهب الشافعي ولا الحنبلي ولا الحنفي ولا المالكي، الواجب تتبع ما عليه الدليل، القول الذي عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله تأخذ به، سواء كان في المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي، المتبوع هو الدليل. هذا إذا كنت من أهل العلم تعرف الاستدلال وتعرف الدليل، أما إذا كنت عاميا فإنك تسأل من تثق به من أهل العلم وتأخذ بقوله، كما قالت جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.